هذا واحد إن يعني من اللي غالين عليه الحقيقة، ورجل كبير. الله يسلمك طول عمرك. اي والله اشهد والله انك اخذ من اقول الغلا ما يحتاجه. نبع عينك. هذا رجل يعني يغلين وبينه وبينه علاقة، وهو من الناس من العوائل اللي ما له احتكاك كثير مع الناس، يعني نقدر نقول انه بيتوتي، نقدر نقول علاقاته محدودة، وعنده بنيات ولا ارزقه الله عيال، ولذلك هو حريص كل الحرص انه يزوج اللي يصير كفو. الحمد لله. وبينه وبينه جلسات كثير يعني، وسولف علي يعني فضفض عليه. اي فضفض علي كذا، لكني انقطعت انا عنه فتره بسيطه، وصار عنده حدث ولا تواصلت انا وياه. يوم من الايام اتصل علي وقال لي ابو عبد الله ودي تسير علي. المهم يوم جيت قعدت اسولف انا وياه، الرجل مو بطبيعي يعني، مو بهذا رفيقي، في شيء بباله مشغل، مين شغل باله مو معي. فقلت ابو فلان انت خاطرك مو بالحين. قال انا والله متصل عليك عشان هالموضوع، انا ودي بقول لك شيء مر علي، وانا والله اني خجل منك اني ما علمتك، لكن عاد قدر الله. قلت عسى خير. قال عندي فلانه بنته يعني شوي تعدى سنها الزواج، كبرت شوي، وتقدم لي رجل يوم اتصل علي عرف بنفسه، عرف بمكانته العلميه الاجتماعيه، ثم بين انه وده يتقدم للبنت ووده يجلس معي. يقول انا الحقيقه يوم عرف بعمله وشغله ارتحت له، رجل يعني له اثر مجتمعي وكذا، وقلت والله يحييك، وجلست انا وياه. يقول يوم جلسنا وبدينا نسولف انا وياه، وقال لي اني ابى اتقدم للبنت، واحب اقول لك ان زوجتي تعبانه، وانا وياه ما احنا بوحليلنا شوي، وهي كبيره، و يعني انا عمري عطاه عمر، واموري زينه، وبعطيه سكن، يعني الكلام المعتاد. يقول سبحان الله العظيم ما ادري وشلون، يعني كتب الله وقلت يسر الله. يقول شاورت البنت، شاورت امه، و تقي سبحان الله ومرنا، دقيت عليه قلنا توكلنا على الله. يقول ولا دقيت عليك انت يعني انك، يقول ادري ان عندك بعض المرات تحفظات، لاني بينه وبينه موانه بالحين. يقول جينا وعقدنا والوضع طبيعي، وقلت له ودنا يعني ما نستعجل بالزواج، والبنت يعني تبي تجهز وكذا. قال بس شف ترى انا شرطي ما يصير زواج يعني عام، ويبي يكون مختصر. انا استغربت يقول من كلامه. المهم يقول بدا يتصل على البنت ويسولف وياه. يقول البنت تقل صار عنده ثاني حال، او تقل جاه اخبار تتناقض مع الكلام اللي سمعناه عنه، او الكلام اللي هو قاله عن نفسه. وتفاجأت انه اتصل علي وقال لي نبي نبتسر بالزواج، نبي نستعجل به. يقول انا قلت وغدينا ما نستعجل، البنت ما لها رغبه. يقول مره بعد حديثي اخذين حنا شاليه انا والبنيات، هو اقول لكم ما له علاقات مع الناس، محدود علاقات، رجل طيب مخموم القلب، شيء غريب يعني ما شاء الله تبارك الله. يقول يوم دريت يوم دق علي قال لي انت وين انت يا ابو فلان؟ يقول قلت طالعين حنا والعيال، والعيال الحين بالشاليه. يقول قلت انت وين انت؟ قال انا طلعت وبجيهم ان شاء الله عقب الاخير. قال وين هو ابو الشاليه؟ يقول انا استغربت، قلت بك المكان الفلاني. قال لي انا بس معي غرض بسيط بنزله عند الشاليه، ودي فلان تاخذه. يقول انا والله اني انحرجت، حتى الرجل هو حي ذا رفيقنا،
يعني على الجيل الأول الطيب بالحيل محسن ينظم مرة. شو يقول وانا أدق على العيال؟ قلت ترى الرجال بيجي. هو دق بعد على زوجته لأنه معقد له، وقال ترى قال اللبوت وخليت عنده الغرفة اللي بداية الشاليه. البنية من طيبة لكنه ذهينة، يعني ما شاء الله نبيها البنت. وراحت وجلست عندها، جاء الرجال كان معه هدية رمزية ودخل ودخل بالغرفة وأساء الأدب يعني بشكل افتراس. المهم البنت كأنها صرخت أو رفعت صوتها وصاروا حولها. المهم أنه طلع شاف أن الوضع مو بطيب وطلع. البنت بعد ما جاء أبوه قالت يبوه خط خطين ومحث ثالث، مستحيل أدخل على هذا الرجل. وش اللي صار يا بنيتي؟ قالت اللي صار كذا كذا كذا. والبنت انهارت بشكل غير طبيعي. وأنا والله يا أبو عبد الله أن تقفلت الدنيا بوجهي. يقول دقيت عليه قلت يا أبو فلان يا يعني حتى سميته بشهادته العليا وش اللي صار؟ قال هذه زوجتي وانت مالك شغل. يقول المهم انه تكلم كلام لاول مره اسمه الحمد لله، واننا ترانا نبي الزواج قريب. وانا والله يا ابو عبد الله ضيقت بي يسولف علي، يعني البنت الان بصدمه ولا ادري وش اسوي. يعني حتى وهو يتكلم يعني عجز يمسك نفسه انهار فالحين متالم متالم. والبنت قالت لا ابي زواج ولا ابيه ما دام هذا وضعه قضينا. قلت له أبو فلان وسع صدرك، من هو فلان ذا؟ قال لي فلان الفلاني. أنا الاسم مو بغريب علي. قلت له عطني يومين بس عشان ما استعجل بالكلام. عقب يومين اتصلت عليه قلت أبو فلان ولم قهوك ترى جايك. قلت أبعطيك العلم الآن عشان تكون الصورة لك واضحة، والحمد لله أن الأمور جت على هالوضع. هذا نعمة. أي قال خير إن شاء الله يا أبو. قلت أولاً الرجل معه ثلاث حريم، هذه أول كذبة وكذب. اثنين سب أم عياله وأم عياله تسوى وزنه ذهب من العائلة الفلانية وأنا أدري، ومريضة وشايلته من تحت رجلي الله يعزكم المجلس والسامعين. ثلاثة قال لكم العمر الفلاني وهو تراه دبل العمر، مو بهذا عمره. الرجل يقول لي أبو عبد الله شوي شوي يعني أنت قلت أنا أتكلم هالكلام، أنا ما قلتك بيومين إلا أنا بتأكد وإلا عندي طرف منها. قال طيب وش الرأي بعد؟ قلت الرأي خلوه عندي يبي سهل الله. وجي واتصل عليه فلان سلام عليكم السلام، عرفته باسمي سولفت أنا وياه شوي، هو له يعني قيمة وكذا. يا فلان أنت خطبت من العائلة الفلانية وعقدت وزوجك وكذا وكذا، لكن أنا بعطيك إياه بالمختصر المفيد، البنت ترى ما لها رغبة، وترى أبوه مثل الأخو، صحيح أنه أكبر من لكن أنا أعتبره أخو، أنا أخوه الصغير. قال طيب وش المطلوب؟ قلت المطلوب أنك غشيت ولا صدقت، والبنت بحالة صدمة، وأنت لك قيمة اجتماعية ومعطيك الله من المال واستغليت طيبة هذا الرجل. قال كل كلامك ذا غير صحيح. قلت شوف عموما ترى البنت ما لها رغبة، والوضع يمكن وقد يصل للجهة الرسمية وزارة العدل، وأن تحافظ على سمعتك ما أنت مزوم. أخذ وأعطى وطلب أنه يقابلن، وقابلت وجلست معه وسولفنا. والرجل طبعا شوي عنده نرجسية ولهم معترف بخطأه، وقال أنا بمهري. قلت شوف أما المهر فأنا من ببفتيك ولا بعطيك رأي، ترك خليت بالبنت أنت خليت بالبنت، واتق الله بما فعل. وشف والله العظيم يا فلان إني مشفق عليك من دعوة هذا الرجل وبنته. الرجل ترى يبكي عندي ودمعة الرجل ترى حارة وغالية، ولا يبكي الرجال إلا لأمر عظيم. ترك اللي سويته ستجد في نفسك وفي ذريتك. طبعا أنا أختصر الحوار اللي بين أنهى الزواج وطلق البنت وأخذ منهم جزء يسير من المبلغ، لأنه أصلا هذول حتى أمورهم المادية شوي محدودة. أنا أقول رسالة للجميع، أولا لكل رجل يتقدم لعائلة أعطاه الله شيئا من المال أعطاه الله شيئا من الجاه، اتق الله
اتق الله. واتق الله بخداع الناس اللي قد تغتر فيك، فمهما حاولت خداع الناس فالله عز وجل مطلع على نيتك. الرسالة الأهم الأهم وهي رسالة لأولياء الأمور، وبيكون كلامي فيه جرأة وأتحمل مسؤولية كلامي. إياك إياك أن تقيم الخاطب على منصبه أو على جاهه أو على ماله أو على مسماه. انتبهوا يا جماعة، لا قال الدكتور الفلاني أو قال الشيخ الفلاني أو قال العالم، اترك هذا الكلام. ابحث عن القيم، القيم لا تصنعها الشهادات. اسأل عن سلوكه، اسألوا عن عياله، اسألوا عن مجتمعه، اسألوا عن صفاته. الشهادة هذه ورق نعم نور على نور، وتعطي الإنسان قيمة وتعطي الإنسان زيادة مكانه، لكن ليست هي المحك. لا تبنوه بحيث أنك ما تنصدم، لا تقول والله فلان أنا والله عقدت لفلان لأنه كذا وشلون صار كذا، لا، لأنك أنت ربطت القيم والأخلاق بالشهادات، وهذا خطأ. ابحث عن أخلاق الرجل، وابحث عن تصرفاته، وابحث عن سلوكه، وابحث عن سمعته الطيبة عند الناس، ثم إذا انتهيت من هذا الجانب وصار إيجابي، ما جاء فوقه هذا على ما قال يجمل الحال أكثر وأكثر. فهذا الأمر مهم جدا، بحيث أن ما نقع مثل هالأمور هذه التي تسبب لنا إشكالية وتسبب مثل هذه المآسي. الله المستعان. الله يبيض وجهك. شكرا أبو سعد. لا، أكمال لحديث أبو عبد الله.